شريف مدحت مسؤول فريق هيئه الاسعاف طبعا اللي انقذنا امبارح بالتيشيرتات. بالتيشيرتات احمد الاحمر. تيشيرتات احمد الاحمر. تيشيرتات احمد الاحمر خلاص اتقطعت يا جماعه. يا استاذ شريف اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اخبارك يا فندم عامل ايه؟ تمام ربنا يخليك منورين. قول لنا عملت ايه في التيشيرتات؟ انا دكتور شريف مدحت طبيب هيئه الاسعاف المصريه. يا اهلا وسهلا بيك. واحنا موجودين في الملعب كجزء من دور هيئه الاسعاف المصريه في تامين البطوله. أيه. وهو تامين اللعيبه في الملعب اثناء المباريات. تمام. احنا كنا موجودين على خط اللعب زي ما بنبقى موجودين في كل الماتشات، وفجاه انا مش رياضي قوي او يعني ما بفهمش في الرياضه قوي، لكني بشجع مصر يعني طبعا. وفجاه لقيت احمد الاحمر قعد وفي ايه يا جماعه؟ قالوا اصل التيشيرتات اتقطعت. أيه. وده شكله مش هيكمل لعب. لو ما يكملش لعب لا احنا التيشيرتات دي نصلحها باي طريقه نصلحها. ده والماتش شغال. ماتش كان خلاص فاضل 10 دقائق تقريبا. أيه. في الشوط الاول. ايوه. فاول ما الشوط خلص جريت على كابتن احمد شوقي وقلت له بص هات التيشيرتات القطعه دي انا هصلحها. فقال لي هتعملها ازاي؟ قلت له بص هنتصرف بس هو احمد لازم يكمل لعب. خدنا التيشيرتات في البريك اللي في النص وجينا على العياده معايا طاقم المسعفين قالوا لي هنعمل ايه؟ قلت لهم بصوا هنتصرف ان شاء الله هنخيطها بخيط الغرز بتاع الجروح. Yeah. طلعنا الخيط وابتدينا نعملها. كان في حتت متهربده خالص قفلناها ببلاستر والتيشيرت رجع شكله سليم وينفع يتنزل بيه ونزلوا كملوا بيه صراحه اللعب. كنا مبسوطين جدا يعني. يا اخي والله انا مش عارف اقول لك ايه يا دكتور والله العظيم ثلاثه. انت حسينا ان احنا بنساعد مصر يعني. ايوه ما هو يعني مش غريب عليكم. يعني انتوا ما شاء الله الدكاتره في الفتره الاخيره يعني جنود مجهوله ويمكن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اشاد طبعا بدور الدكاتره في الفتره الاخيره وبتخيطوا جروح وبتخيطوا تيشيرتات ويعني حاجات رسائل جميله جدا بتوصلوها. مواطن مصر. ايه؟ مواطن مصر في موقف بيحب مصر. مواطن مصر في موقف. بص التيشيرت اهو بيقول لك بنخيطه بالبلاستر لا ده بالغرز بتاع الغرز بتاع الغرز يعني. طب انت خدت التيشيرت بقى بعد الماتش اكيد. احنا اتصعدنا يعني. ايوه الفرحه الكبيره يعني. عارف من غير ممكن ما تحس ممكن يكون لك دور في صعود مصر طبيعي يعني. خلي بالك احمد الاحمر يعني الهدف اللي احرزه ده ممكن يكون مؤثر في صعود مصر للدور الثمانيه مشوار البطوله. صح. تحب تقول ايه لعيبه كره اليد يا دكتور شريف؟ احب اقول لهم يعني ربنا يوفقكم، انتوا فرحتونا الليله اللي فاتت دي ومستنيين يعني تفرحونا تاني وتفرحوا مصر كلها يا رب. واحنا كهيئه الاسعاف وكمصريين عموما بظهركم ومعاكم بروحنا وبقلوبنا وان شاء الله تفرحوا البلد دي لانه الشعب المصري ده يستاهل يفرح طبعا باي حاجه. والله بقول لك ايه، هو التيشيرت خد كام غرزه يا دكتور؟ والله يا فندم احنا شغل الاسعاف والطوارئ علمنا نبقى يعني طول الوقت عايشين في الشارع تقريبا، فبنتصرف باي حاجه متاحه. يعني كام غرزه خد كام غرزه كل تيشيرت؟ لا دي التيشيرتات كانت متهربده يا فندم خالص. يعني عمليه خناقه مش تبقى كده، دي عمليه جراحيه. حبيبي يا دكتور وبالتوفيق ليك واشكرك. ربنا يخليك. وانت يعني وسام طبعا لكل المصريين باللي انت اديته طبعا، وشعور وطني مش غريب على طبعا المصريين وعلى دكاترة مصر العظام اللي دايما بيشرفونا في كل المواقف، حتى موقف ملوش علاقة بيه خالص كان ممكن واقف وخلاص بيشوف شغلته خالص. احنا طبيعتنا كشعب مصري هو ده الحس. الغيرة احنا طبيعتنا كشعب مصري بنحب نساعد يعني. احنا طبيعتنا ان احنا بنحاول نعمل اللي نقدر عليه. ده لان في مسج الدولة اديته في بداية البطولة ان انا بدعم هذه البطولة، ان انا هنجح هذه البطولة، ان انا هعمل كل ما في وسعي عشان البطولة دي تنجح. وده الكلام اللي احنا شفنا اللعيبة بتقوله. خلي بالك يعني ده الكلام اللي اللعيبة كلها قايلاه، ان هم مبسوطين جدا ان هم مستنيين، كانوا مستنيين البطولة دي وكانوا مستنيين ان هم يزوروا مصر. ايوه فدي حاجة بالنسبة لهم حاجة كويسة جدا يعني ان هم يبقوا موجودين في وسطنا.